المشاكل اللي هي المشاكل اللي تواجهنا في حفر الآبار النفطية. أستاذ لو يبلش شير سكرين. اي نعم أستاذ. ماشي. طبعا بداية تخرجت من هندسة قسم هندسة النفط جامعة بغداد عام 2008، وباشرت عملي في شركة نفط ميسان في قسم هندسة الحفر والاستصلاح بداية 2010. انتقلت بعد نهاية 2011 إلى شركة نفط الجنوب هيئة عقول نفط إيقاع ليعمل في شعبة هندسة الحفر وشعبة المكامن، ثم توسعت وتطورت نفط إيقاع لأصبح الشركة عامة في الثلث الأول من عام 2017، وعملت كمهندس أقدم في قسم هندسة الحفر، وحاليا نعمل في شعبة البحوث والسيطرة النوعية التابعة إلى هيئة العقود. محاضرتنا لهذا اليوم، طبعا هذه الصورة يمكن واضحة أستاذ لوي. نعم صارت كلش واضحة. جيد، نبلش على عجالة. قبل لا ندي يعني نبدي بشرح مشاكل الحفر، عندنا مفاهيم لازم نطلع عليها ونفهمها حتى نعرف هي المشاكل راح تتعلق بهذين المفهومين. المفهوم الاول هو الضغط الهيدروستاتيكي وضغط قعر البئر. الضغط الهيدروستاتيكي ببساطه هو الضغط المسلط بواسطه عمود سائل الحفر على جدار البئر، يأمنه طبعا دريلينج مات سواء اول بيز مات او ووتر بيز مات. معادلة الرياضية هي الحقلية 0.052 في كثافة سائل الحفر في العمق العمودي، وهي العمودي جدا مهمة في الآبار الأفقية والمائلة. طبعا ضغط قعر البئر حيكون مساوي للضغط الهيدروستاتيكي في حالة توقف، يعني ما عندنا عمليات تدوير لسائل الحفر في داخل البئر، وفي حالة تدوير راح يكون عندنا ضغط قعر البئر اللي هو رمزت له هنا بي اتش بي هيدروستاتيك بريشر وانيولار بريشر لوس، اللي هو يجيني من ضغط المضخة، جزء من ضغط المضخة اللي راح نفقده في البئر راح يكون هو المخصص اكزرتد اون ذا ويل بور. بوتوم هول بريشر ايضا راح يسوي لي ضغط الهيدروستاتيك بلس ضغط السيرج بريشر، من راح انزل عندي انزل البايبات، من انزل البطانه، من انزل اي بوتوم هول اسمبلي انزله في داخل البئر. في حاله عندي شفط في البئر راح يصير عندي الضغط قعر البئر يساوي الضغط الهيدروستاتيكي ناقصا ضغط الشفط. في حاله حدوث رفس في داخل البئر راح يكون ضغط قعر البئر طبعا اقل من ضغط الهيدروستاتيكي بمقدار ضغط القلق لدريل باي بريشر اللي هو رمز مالتش شت ان دريل باي بريشر، هذا رمز مالته. طبعا اذا احنا ما قدرنا نسيطر على الضغط الهيدروستاتيكي لسبب او لاخر، سواء في سبب طبيعي او سبب خارج عن يعني عن ارادتنا او سبب اهمال من قبل الاشخاص العاملين، راح يصير عندنا ثلاث مشاكل مهمه، يعني مشاكل مهمه. اما تحدث وحده من عندنا وحده كلهن مع بعض، هي مشاكل الرفسات انفليكس ومشاكل الفقدان، واخيرا عدم استقرار للبئر. فورميشن بريشر، فورميشن بريشر يعرف انه الضغط اللي هو موجود في داخل المسامات، ضغط السوائل الحبيسه في داخل المسامات في جدار البئر. في حين بريشر جراديانت هو راح يكون نفسه، هو الفورميشن بريشر مقسوم على الثابت اللي هو 0.052. في كل العالم الموجوده من نجي نقسم الضغط مال الفورميشن على الثابت راح يكون عباره عن ثلاث انواع، هي نورمال واب نورمال سب نورمال، طبعا باعتماد على مقارنته مع ال 0.465 اللي هي تدرج المياه المالحه في داخل الارض، وعليه راح تكون بريشر جريدينت عندنا مثلا للغاز 0.1 بي اس اي لكل فوت اللي هو يعادل تقريبا 2 بي بي جي، وهكذا بالنسبه للارقام الموجوده عندكم جوا. ملاحظات مهمه قبل يعني في عمليات الحفر، مثل ما نقول احنا انها يعني هي الشريان الحيوي لديمومه عمل عمليات الحفر بالشكل الامثل، لازم نراقب عندنا النقاط التاليه هي الفلو ان والفلو اوت. الفلو ان يعني
الكميه الطين اللي اضخها داخل البئر مقدار مالته الكيو. البيت ليفلز هي مقدار الطين في داخل الخزانات، يعطيني انديكيتر على انه عندي فلو او عندي يعني او عندي لوسس. الدنسيتي الداخله والخارج ايضا من البئر، يعني المفروض من ادخل دنسيتي 13 مثلا 14 يطلع لي المفروض نفس الشيء. فاذا اكو اختلاف كبير، اذا اكو اختلاف كبير معناه عندي مشكله في داخل البئر. بالنسبه لنفس الشيء للسولت كونتنت، وبالنسبه للكيميكال بروبرتيز اللي هي اهم اثنين من عندهم هما الفيسكوسيتي والريال بوينت. فشلنا يعني فشل في مراقبه هذه الخواص راح تؤدي الى خلل في الهيدروستاتيك بريشر، وبالتالي راح يصير عندي المشاكل اللي الثلاثه اللي ذكرناها قبل قليل. اول مشكله عندنا اللي هي تقريبا شائعه في اغلب الحقول وفي ممكن تحدث في كل الطبقات اللي هي فقدان دوره سائل الحفر للسيركوليشن. طبعا تحدث يعني في كثير من العمليات، خصوصا في عمليات الحفر، في عمليات حتى التدوير، وفي في انزال البطانه سميت. طبعا نوع الفقدان يعني نوع لوس سيركوليشن مقسم الى اربع انواع باعتماد على شنو؟ باعتماد على كميه الطين المفقود في داخل البئر. يقسم طبعا في مصادر يعني هي الى اربع انواع: السيبيج التسرب اللي هو يعني يكون اقل من 20 برميل للساعه، البارشل 20 الى 50، والحاد يكون 50 فاعلى لكن يظل اكو طين يجيني من يعني من البئر اللي هو فلو اوت من البئر، يجيني كميه قليله. اما الكومبليت مودلوسس فهو ما يجينا اي شيء من البئر. اسباب اللوس سيركوليشن هي طبعا عده اسباب، طبعا تقسيمها الرئيسي هي انه هي تكون اسباب يعني موجوده بالفعل في داخل الارض، او تكون اسباب يعني سببها الاوبريشن او الهيومن ايرورز اللي اخطاء البشريه في داخل العمل. عموما اكثر الامور شائعه في حقولنا من استعمل دنس مود، طين عالي الكثافه اعلى من الكثافه المسموح بها. احنا قلنا الضغط الهيدروستاتيكي يامن شنو؟ يامن الدنسيتي مال المود، لكن على ان لا تتجاوز يعني ضغوط تشقق الطبقه. السبب الثاني هو الافكت مال سيرج برجر، من انزل انابيب بشكل سريع جدا وعندي الانولار كليرنس بتوين اوبن هول وبتوين الدرس، يعني هنا مثلا هاي عندي درس في هاي الدقاقه مثلا، وعندي هنا المسافه قليله، فمن ابدا انزل انابيب بشكل سريع راح يسلط لي يعني ضغط كبير اضافي على الطبقه يؤدي الى تشققها. ونفس الحال ينطبق على بيت بولنج تكور الدقاقه، البات هول كليننج تنظيف السيء للكاتنج. والشيء الاخر هو انا اضخ يعني احفر بعمليات ضخ اعلى من اللي يتحمل الطبقه اللي هو بامبنج وذ هاي فلورايدز افتر تريبنج، او يكون الطين عندي عالي الجل مالتي اعلى من الحد المسموح به. ساد لاي وياي. استاذ واضح، اسمعك استاذ واضح. جي مو انا صوتي منقطع والشاشه انقطعت ورجعت. الليك بالسولت كنترول اذا يعني لسبب او لاخر عطلت عندي منظومه السبريشن سيستم اللي موجوده في المات سيستم مالتي اللي هي ديسندر مود كلينر، اذا ما شغلناها او ما كانت فعاله بالشكل الامثل راح تسوي لي المود مالتي راح يكون دنس مود، لان السوليد بيكون نسبته كلش عاليه. هذه اسباب يعني تتعلق بعمل. اما الاسباب اللي ذكرناها انه هي نوع الفورميشن الموجود عندي، مره يكون عندي الفورميشن بورس مسامي والحجم الحبيبات مالته كبيره اللي هي مثل لوس ساند والجرافل الغاريان الموجود، او تكون عندي تكهفات مثل ما تشوفون حضراتكم اساتذه، هذه هي اكو تشققات في التكهفات او تشققات، هذه التشققات موجوده مباشره بس تنزل البريمه هنا وابدي يعني اضخ دوره سائل الحفر تصير عندي مباشره فقدان حاد او فقدان كلي. السبب الاخير هو استعمال الخانق في معادله الضغوط، اذا ما استعملناه بالشكل الصحيح راح يؤدي الى تشقق في جدار البئر، خصوصا في منطقه الكيسنج شو اللي هي تكون اضعف منطقه بالنسبه للفورميشن اللي تكون تحتها. حكينا الان على الاسباب، الان نحكي شلون اقدر اعرف انه انا عندي صار فقدان دوره سائل الحفر. شغلتين
إذا حدثاً ممكن أعرف إنه أنا عندي partial أو complete mudlosis اللي هي قلة كمية الطين اللي راجع لي flow out، يعني راجع لي أنا جاي أضخ المفروض يرجع لي نفس الكمية، أشوف الطين يرجع لي كميته أقل وصار عندي decrease بالبمب بريشر، لكن decrease بالبمب بريشر ما تعطيني انعكاس إنه صار عندي فقط mudlosis، إلا أن يعني يصير وياه نقص في كمية الطين الراجع عندي، لأنه قد يكون مشكلة أخرى، قد تكون مشكلة في البمب نفسها إذا ما توافق وياه هذا السبب الثاني، فيكون اثنين together أو يكون فقط الأول أوكي، فأبدي المفروض أسوي الشيك مالتي أشوف عندي الفلو عندي لوسس للسيركوليشن مد أو لا. ورا ما شفنا إنه عندنا أصبح لوس سيركوليشن في البئر نبدأ الآن نتحدث عن المعالجات. طبعاً المعالجات الموجودة لحد الآن لا يوجد شيء يعني ينهي low circulation بشكل نهائي ويمنعه بشكل تماماً. كل المعالجات الموجودة هي معالجات يعني إلى نسبة معينة حد هذه الظاهرة. إذا صارت عندنا المشكلة شو نسوي بداية؟ نسحب نحاول نسحب خيط الحفر في داخل البطانة ونبدي نضخ بالبير نفول البير مي او طين خفيف الوزن النوعي مالته لغرض تشيك البير، اشوف هل الطين يستمر الليفل مالته بالنزول في داخل البئر ام لا. ليش استخدام المي؟ لان المي وزن النوع خفيف، بما انه انا عندي لوسس فلازم استعمل شيء اخف، وكذلك السبب الرئيسي هو ان المي متوفر ورخيص الثمن. اذا تاكدنا انه اللوسس موجود واستمرار انخفاض مستوى الطين في داخل التجويف، راح اضخ LCM اللي هي Lost Circulation Materials. طبعا عديد من الاسماء والانواع الموجوده الشركات تصنعها، لكن هي يعني توجد في ثلاث انواع رئيسيه اللي هي طبعا اما ان تكون اللي هي الفايبروس. الفايبروس يعني تكون الياف، فايبروس هي عبارة عن ألياف مثل يعني ألياف القطن أو القش، أو أن تكون عندي مسطحة رقاقية أضخ صفائح صفائحية اللي هي مثل المايكا والسلوفين، أو النوع الأخير إن هو غرانيولار يعني حبيبي مثل البذور مال مثل البرولايت أو الفولكانيك آش اللي هي الرماد الصخور البركانية، بعض الدول تستخدم هذه التقنية. هذه ثلاث أنواع، أو ممكن أستخدم نوعين together لأجل السيطرة على المشكلة. طبعا هاي معالجة ثانية ما نجح عندي مرة مرتين أضخ باج إنه بي LCM، ما نجحت عندي المعالجات، ألجأ إلى الحل الآخر اللي هو أضخ سدادات. السدادات أما تكون سمنتية أو مخلوط من أويل بنتونايت سمنت أو ديزل بنتونايت سمنت. طبعاً هذه الأويل بنتونايت والديزل بنتونايت يكون الثيكنينج تايم مالتها يعرفوها جماعة التسميت حوالي تقريباً حسب الإضافات 3 ساعات، ما تتجاوز 4 ساعات، فلازم يكون واحد هريب يعني استعجال في سحب الأنابيب بعد ضخ السمنت. طبعاً حتى معالجات ضخ السمنت هنا تعتمد أيضاً على نوع اللوسس الموجودة، كان بارشل الأنابيب تكون وسط أو أسفل منطقة الفقدان، إذا كان كومبليت لوسس أعلى منطقة الفقدان. حتى نتجنب طبعا من ضمن المعالجات او من ضمن البريفنشن للمشكله هي استعمال سوفيشنت فول كليننج، يعني الفول كليننج مالتي يكون بشكل صحيح ومدروس وليس يعني اعتباطا. مينتين بروبر مود ويت، اعدل مواصفات الطين مالتي حتى يكون يعني موافق للطبقه وليس اعلى منها بكثير. اسيطر طبعا على الفيسكوسيتي والجل سترينث حتى أقلل أنيورال فريكشن اللي موجود عندي. أنابيب أنزلها بشكل سلور حتى يعني ما يصير عندي سيرج برجا. وأما في الويكر فورميشن اللي هي مثلاً دمام، أكو توب مرات دمام عندنا في الجنوب مثلاً طبقات هشة في توب الهارثة، يستخدم طبعاً يوصى ريكومنديشن إنه أقلل الفلوريت إلى أقل حد ممكن وأستخدم الدقاقة بدون نوزلات حتى تقل عندي الاوفر هيد اللي يصير على الطبقه من الضغوط، واستعمل تدوير للدر سترينج قبل لا ابدي عمليات الحفر. مرات احنا نتوقف لسبب ما، فقبل لا استأنف العمل الطين يكون متكتل هدامي يعني بشكل
يشكل لي ضغط عالي على الطبقه، فابدي اسوي له روتيشن حتى اكسر الجل مالته قبل لا استنف العمليات مالتي. هذه هي المشكله الاولى. الصوره واضحه؟ صوت استاذ لؤي ما جاي اسمع شيء من حضرتك. استاذ واضح بس انا مسوي ميوت حتى لا اقاطعك. ها لا لا جيد جيد لا جيد، ها اوكي يصير اي مشكله الصوره واضحه يمك ان شاء الله. ها جيد جيد صوت او الصوره جيد جداً. المشكله الثانيه احسنت. المشكله الثانيه اساتذه الاعزاء هي مشكله الرفسه والانفجار اندلاعات اللي تصير في الابار النفطيه. طبعا الرفسه هي دخول مائع غير مرغوب به من داخل التجاويف الى داخل من داخل عفوا الفورميشن الى داخل الهول البئر مالتي. تحدث صورة عامة in general في حالة الهيدروستاتيك بريشر ما تكون أقل من الفورميشن بريشر. إذا أنا ما أسيطر على الكيك مالتي وما أتنبأ بها وأنا جاء أحفر خصوصاً الغازية هي تكون جداً خطيرة، فلا قدر الله يؤدي هذا إلى حدوث الاندلاعات والحرارة. الرفسات هي عديدة جداً، لكن الأسباب بصورة عامة حسب الدراسات اللي أجرتها طبعاً الشركات عالمية رصينة والخبراء بهذا المجال هي الأخطاء البشرية. لذلك خليتها أول شيء human errors، لأن أغلب المشاكل اللي موجودة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالأخطاء البشرية. يعني شوف مثلاً واحدة من عدتين unexpected abnormal formation pressure، دخلت في ضغط منطقة ضغط abnormal pressure اللي هي التدرج مالتها أكثر من 0.465 واني ما منتبه او يعني ما متحضر هذه الامور، فهذا ايضا يعتبر خطا بشري. المفروض انا اتهيئ لامورات واجهز طيني واجهز سيستمات واجهز اموري لاغار اتلافى المشكله مال هذه الطبقه. او واحده من المشاكل اللي تصير كثيرا في الحقول للاسف الشديد هي فيلر تو فيل ذا هول وين تريبنج اوت، يعني اسحب الانابيب مالتي وما اشغل السوبر تشارج ما اعوضها الحجم اللي سحبته انا الانابي بالديسبليسمنت، حتما لازم اكو فد شيء اعوضها عن الشيء اللي سحبته اني. فالفشل في تعويضها راح يؤدي لي الى نقصان مستوى سائل الحفر في داخل التجويف، وبالتالي تحدث عندي مشكله الفلو. هسه راح نشرحها هاي النقطه في السلايد الجاي. النقص الريدكشن في الدنسيتي فلويد الكثافه ما تكون اقل من كثافة المطلوبة اللي حتى تأمن لي ضغط أعلى بقليل من ضغط الفورميشن بريشر في حالة عمل سمنت سيتنج. سمنت سيتنج طبعا يعني يسوي لي في حالة عمليات التسمية تسوي لي كومبليت مود لوسس. زين إذا ما يعني وضعنا برنامج سمنت وفق المواصفات المطلوبة راح يؤدي لي إلى تشققات في الطبقة وبالتالي انخفاض في عمود سائل الحفر وبالتالي حدوث الرفاسات، وهذا الحال نفسه ينطبق على لوست ويتنج ايجنت ماتيريال يعني هي البرايت وغيرها يصير بها ساتلينج اذا كان الطين مالتي يعني مواصفاته غير جيده. لوست سيركيليشن هي نفسها المشكله اللي شرحناها قبل قليل، هي ايضا تسبب لي احد اسباب الرفسات. التمبرتشر وبريشر افكت في حاله الابار العميقه جدا درجات حراره جدا عاليه فتكسر اواصر السمنت تكسر اواصر المواد في الطين وبالتالي الطين مالتي ما يكون فعال حتى يكبح الطبقه وبالتالي دخول الرفسات. السببين الاخيرات هي غاز كات مود والشلو غاز. طبعا الشلو غاز هو مثل ما تشوفون حضراتكم اساتذه دخلنا مثلا في منطقه غاز يكون قريبه على السطح لا يوجد عمود سائل حفر هنا يعني يؤمن لي هيدروستاتيك بريشر عالي حتى يعادل ضغط هذه الطبقة اللي هي شالو غاز اللي بيها غاز يكون عادة يعني يعادلها عمود سائل حفر عميق حتى يكبحها وما يخلي الفقاعات الغازية تدخل. هاي النقطة الثانية اللي حكيت لكم النقطة العفوا الثالثة اللي هي failure to fill the hole when turbine out هاي قصد بها أساتذة من أبدي أسحب هنا أدرس ترنج مالتي جاي يسحب هنا مثلا الحفار يسحب درس سترنج مالته من يبدي يسحب هذا الجوين الدرل بايب السنجل درل بايب هنا المفروض اكو فد شيء يعوض حجم الحديد مال الدرل بايب فمن سحب وما عوض مكانه راح يصير هذا الريدكشن
في مقدار الطين اللي هو ينعكس طبعا على الهيدروستاتيك بريشر، وبالتالي اذا وصل مستوى الانخفاض في مستوى سائل الحفر الى ان يوصل هيدروستاتيك بريشر اقل من الفورميشن بريشر، بالتالي تحدث عندي يعني عمليه او ظاهره الرفسات. بارك العفو، عذرا للمقاطعه، بس نعم. توضيح بالنسبه لاخواننا اللي انضموا لنا متاخرين. احنا صار نعم لنا تقريبا بحدود الأربعين دقيقه، يعني نتوقع احتمال راح ينقطع الزوم، نعم فتقدرون نعم مباشره ترجعون تدخلون مره ثانيه حتى تستمرون ويانا بالمحاضره، فقط للتذكير. تفضل استاذ. ماشي 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 ماشي. فنرجع بالنسبه للتربنج اوت، التربنج اوت طبعا جدا مهم، لازم نراقب التريب تانك خلال السحب والتنزيل حتى نشوف هل ان البئر ياخذ حجم الطين اللي هو مساوي الى حجم الديسبليسمنت مال الايرون ميتال مال الدرل بايب والدركلا انسو. زين، اذا ما ياخذ معنا عنده مشكله اما فلو او لوسس. فجدا مهم التريب تانك وجدا مهم التريب شيت بالنسبه للعاملين في الحفار او مجال الشركات المقاوله. شلون نقدر نميز انه عندي البير خذا عندي رفسه؟ طبعا اكو مؤشرات، هي مؤشرات البرايمري تقسيمات ومؤشرات سكندري. برايمري يعني اذا حدث هذه المؤشرات فهي اوريدي يكون عندي البير اخذ عندي كيك. شنو هاي المؤشرات البرايمري؟ اربعه، هي زياده في حجم الطين الموجود عندي في داخل السيستم مالتي، يعني انا سيستم مالتي حجمه معين اجتني زياده، هاي الزياده منين اجت؟ فاتوقعها هي حتما اجتني من داخل البئر. البئر يجري وانا مطفي البمات مالتي، انا طفيت يعني خلصت شغله معينه وطفيت البمات مالتي، اشوف البئر مالتي يستمر في الجريان، فهذا 100% عندي البئر صار بي فلو، يعني اندر بالانس صار عندي. او ان الهول اللي هو البئر ما ياخذ عندي كميه الطين الكافيه، يعني ياخذ اقل من الكميه المتوقعه، فالكميه الاقل من المتوقعه اخذها، هذا الكميه البقيه منين جت من البئر، فبالتالي عندي رفسه. السبب الاخير هو زياده راجع الطين اللي جاي عندي من البئر. هذه الامور كلها يعني ديفينيتيف، يعني نهائيا مثل تماما انا جاي عندي كيك، فلازم اسوي اجراءاتي بالسرعه القصوى. اما المؤشرات الثانويه لكن ليست بالضروره تكون عندي كيك، هي معتن دريلينج بريك، يعني انا جاي احفر وصار عندي سرعه، يعني اختلاف في عمليه الريت اوف بنتريشن في كميه يعني ريت اوف بنتريشن، عدد الامتار المحفوره بالساعه، اختلاف في الارقام، تغير في سرعه المضخه او ضغط المضخه، زياده بالغاز، غاز الليفل اللي يجي عندي مثلا في خلال سحب والتنزيل انابيب، او خلال الكونكشن جاز في خلال عمليه الربط مع الانابيب، اشوف اكو فقاعات غازيه جايتني على السطح، وكذلك زياده في وزن الدريسترنج مالتي اللي هو عبر عنه بالهوك لود انكريز، تغير في مواصفات الطين، يعني الطين مالتي كثافته 1.20 القاه 1.15 1.14، اذا اكو فتشي جاي يقلل وزن، يعني مثل ما تعرفون اساتذه وزن النوعي للغاز هو اقل من الوزن النوعي للنفط، فيبدي يقلل لي الوزن الدنسيتي مالتي مال الطين. زياده بحراره التمبرتشر، زياده في التمبرتشر مال الفلو لاين، كذلك قله في الشيل دنسيتي، ليش؟ لان اكو رفسه جايتني من البئر، الكثافه اللي موجوده عندي مال الشيل اللي هو الطبق السجي الموجود عندي في داخل الطين تكون اقل، حدوث عمليه الدراج والتورك. طبعا الدراج هو يعني القى صعوبه في تنزيل البايبات الى داخل البئر، يعني البي اتش اي مالتي الدريس سترنج جاي يطخ في جدران البئر، لان اكو عمليه تهدم جاي يصير عندي بسبب الفلو. وسبب يعني السكندري كيك انديكيتر الاخير هو اختلاف حجم وشكل الكاتنج الموجود عندي، طبعا هذا خاصه في الاخوه الجيولوجيين. بعد ما عرفت انه صار عندي كيك في داخل البئر واشتبهت في عمليه الكيك، فنجي على المعالجات. معالجات اساتذه، اول شيء نسويه اذا احنا ما متاكدين عندنا
فلو جانا من البير، اول شيء نسوي نعمل فلو تشيك. فلو تشيك هو من 10 الى 15 دقيقه، ويشوف عند البير هل يستمر بالجريان ام انه يعني كان يعني اكو خل شيء اخر يعني صار عندي الجريان. ما طبعا ما متاكد بعد من الكيك مالتي سويت فلو تشيك، اذا الفلو تشيك مالتي طلع بوزيتيف يعني استمر البير بالجريان كويكلي سريعا جدا، اقوم بغلق البئر، غلق البئر، واقوم بعدها بتسجيل ضغوط المسجله على الدريل بايب جيج اللي هو شتن دريل بايب والشتن كيسنج بريشر، اسجلين حتى استفاد معتهم في عمليات القتل البئر، عمليات قتل الحفار او المهندس، واسجل توتال بوت جين حجم الكلي ايش قد اجتني كميه رفسه من البئر، ايضا راح تفيدني بالحسابات مال الكل شيت. ثم اقوم بعمليه قتل البئر. طبعا عمليه قتل البئر بصوره عامه هي نوعين، والنوع الثالث يعني هو يتبع النوع الثاني لكن هو اكثر من سايكلز. بالعمليه الاولى هي دريلر ميثود، طريقه الحفار اللي هي تكون من سايكل واحد، تكون عفوا سايكلين، هي السايكل الاول اقتل البئر اطلع الرفسه من البئر باستخدام نفس، والسايكل الثاني يكون بواسطه القتل. الطريقة الثانية اللي هي ويت اند ويت ميثود او سموها طريقة الانجينير، هي طريقة المهندس او الوزن والانتظار. هذا طبعا سايكل واحد احضر طين القتل مالتي يلا اشرع بعمليات القتل. الطريقة التزامنية نفس طريقة المهندس لكن الويت مالتي المطلوب لقتل البئر مثلا كمية كبيرة، من استعمل سايكل واحد ربما يسوي لي تشقق في منطقة الكيسنج شو او ضرر كبير في البئر، فابدي اقسمها اسويها سايكلين بدل السايكل الواحد باستعمال طين القتل. طبعا ما نقدر نشرح طرق القتل لانه يراد لها وقت، طبعا وقت كبير للشرح مالتها فيها حسابات وفي هذه، فطرقت لكم لها يعني هيدلاين. هاي الطريقه يعني يسموها الطرق التقليديه للقتل. اذا الرفسه مالتي هذه استعملت طبعا الطرق العاديه، في حاله الرفسه مالتي يكون السترنج مالتي في داخل منطقة الرفسة، إذا الرفسة مالتي جوا السترنج مالتي شو راح أسوي؟ طبعاً ما راح ندور أساتذة، إذا السترنج مالتي موجود الرفسة السترنج في داخل الرفسة راح يجي تدوير الطين هنا ويطلع الرفسة إلى خارج البئر. إذا هاي الحالة عندي موجودة الرفسة مالتي جوا البت شو راح أسوي؟ هذه الحالة اللي هي تكون الرفسة تحت الدقاقة أو ما أقدر أستخدم المدبوم لعطل أو لسبب آخر، او الدريسترنج مالتي او النوزلات مسدوده انغلقت لسبب التهدم او الى غير ذلك، هنا راح استخدم التقنيات، واحده من التقنيات التاليه اللي هي الطريقه الحجميه. الطريقه الحجميه طبعا تطلع لي الفقاعه يعني الجاز مايجريشن، تحاول تطلع لي الفقاعه من هاي المنطقه اسفل، ها طبعا مثلث ومنطقه الكيسنج شو هنا الرفسه، راح تحاول تطلع لي الرفسه الى اعلى من الكيسنج شو حتى ما تسبب لي مثل ما تقول يعني اوفر هيد على منطقه الكيسنج شو وتشققها، وبالتالي يصير عندي مشكله اضافيه. الطريقه الستريمينك هي البئر مغلق يعني بالهايدريل، وابدي انزل الدريل بايب مالتي شوي شوي، ومع العلم البئر مسدود لكن هاي عمليه اسمها عمليه الستريمينك، وطبعا وياها عمليه الفوليومتريك. حتى من انزل الدريس سترنج مالتي لازم اطلع حجم طين مساوي حجم السترنج مالتي. والطريقه الاخيره هي البول هيدنج، هي حقن المواعي على الطبقه، احنا نسميها حقن عمليه السكويز اللي هي اضخ من الكلاين، يعني من الكلاين اضخ كب طين عالي الكثافه حتى يكبس لي الرفسه، يحاول يرجع لي الرفسه الى داخل الفورميشن. هاي ثلاث طرق عندنا اللي هي يعني في حال تكون الرفسه اسفل ادرس سترنج. من ساعه ذكرت غلق البئر يكون بشكل كوكلي، هاي العباره كوكلي، ليش يتم عمليه غلق البئر بشكل سريع وليش اصلا نقوم بعمليه غلق البئر؟ طبعا عدا عمليات السلامه، غلق البئر لاجل سلامه العاملين، ربما الرفسه تكون بها H2S او غاز يكون خطر على حياه العاملين والاجهزه على حد سواء. السبب الاول هو حتى اقلل حجم الرفسه اللي جايتني في داخل البئر، وامنع الرفسات كميات فقاعات اخرى تدخل داخل البئر، لان كل ما تكون حجم الرفسه كبير كل ما يكون الضغط مالتها عالي وبالتالي معالجتها تكون اصعب. السبب الثاني حتى اخلي الضغط يستقر وبالتالي ابدي استأنف عمليات
عمليات القتل مالتي، من يستقر الضغط راح ينعكس ايجابا على يعني قراءه الشتن كيس مبرجع وشتن درال باي برجع. هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو اقلل شتن كيس مبرجع اللي ذكرته قبل شوي، انه هو يعني ما يخلي له ضغط عالي جدا، يراد له يعني وقت ويراد له جهد ويراد له يعني كلفه في المعالجه. السبب الرابع هو اقلل الضغط المسلط على منطقه الشو، وهي نقطه جدا مهمه. السبب الاخير هو حتى امنع الكيك من ان يصبح بلا اوت، انفجار عند اللاعب في البئر. هذا المشكله الثانيه اللي صارت عندنا، اللي هي مشكله الرفسات والاندلاع. المشكله الثالثه اللي تواجهنا في حقولنا النفطيه هي مشكله السوابنج، اللي هي عمليات الشفط. طبعا عمليه الشفط تحدث في سحب الانابيب من البئر الى خارج البئر. ليش تكون السوابينج خطره؟ لانها تكون يعني تقلل لي من ضغط قعر البئر، وبالتالي من يقل ضغط قعر البئر احتماليه حدوث رفسات تكون احتماليه كبيره. ها ظاهره الشفط، اسحب الانابيب بشكل سريع جدا، او عندي تكور على البيت او البي اتش اي مالتي، تكور الطين. الطين مالتي يكون لزج جدا، لزج جدا الطين، بحيث من اسحب السترنج مالتي الطين غير قادر على الحركه بشكل سلس للرجوع الى اسفل خيط الحفر اللي سحبته انا. نرو انالس يعني الفراغ الموجود ما بين الدقاقه وما بين بي اتش اي وبين الاوبن هول هو فراغ قليل، ما يسمح للطين بالعوده بشكل طبيعي الى اسفل منطقه السترنج، وبالتالي يصير عندي نقصان في كميه الطين اللي موجود في داخل البئر. اذا يشوفوا اساتذه اعزاء، هذه هي سحبنا، شوفوا شلون ياثر السوابنج على البي اتش، البي اتش بي بوتوم هول بريشر. هذا هنا هذه المنطقه ذا سحبناها، سحبناها لاعلى، سحبت معاها كميه طين، لكن ماكو شيء عوض لي الطين مكان الطين التعويضي في مكان الديسبليسمنت، يعني الميتال ديسبليسمنت حجم الحديد. السترنج من ينسحب من البئر المفروض اكو فتشي عوضه، عاده هو الطين يعوضه بصوره عامه، لكن اذا الفراغ الحلقي قليل او اذا عندي تكور على الدقاقه او الطين مالتي لزج جدا ما ينزل، وبالتالي هذا الانخفاض، هذا مقدار الانخفاض في المات في داخل البئر، وبالتالي يسوي لي انخفاض في الهيدروستاتيك بريشر، وبالتالي فورميشن بريشر قد يكون اعلى من هذا الساتيك يسبب لي ظاهره الكيك. شلون اعرف صار عندي ظاهره الشفط في داخل البئر؟ incorrect hold، يعني البئر مالتي ما ياخذ كميه من الطين الكافيه لتعويض الحديد اللي سحبته من داخل البئر. overpull يعني صعوبه في سحب انابيب الحفر. شنو الصعوبه تتاتى؟ لانه البئر قد تكون احد الاسباب مال السوابنج انه الدقاقه متكوره، فمن ابدي اسحبها راح حجم الدقاقه الكبير وين الطخ؟ الطخ على الاوبن هول، وبالتالي اكو صعوبه عندي في سحب السترنج. المعالجات اعمل مباشره فلو تشيك، اشوف هل انه الانخفاض في مقدار الهيدروستاتيك برجر سبب لي كيك او ما سبب لي كيك. اذا طلع بوزيتيف يعني صار عندي كيك، ارجع للمعالجات مال الرفسه اللي قد تكون رفسه مائيه او رفسه غازية. إذا نيجاتيف سالبة يعني ما صار عندي اكو رفسة في داخل البئر، مع ذلك ارجع إلى داخل البئر. ليش؟ حتى أسوي تدوير للطين الموجود عندي في داخل البئر حتى أجانسه وأسويه بشكل جيد. خاف عندي مثلا سببها لزوجة الطين، فأبدي أعدل مواصفات الطين مالتي وأعمل اللي هو بوتوم أب. بوتوم أب يعني سيركوليشن للطين من قعر البئر إلى السطح. المشكله الرابعه اللي تصير في حقولنا النفطيه اساتذه هي مشكله السيرج برشر. طبعا السيرج برشر هي يعني بالضد تماما من ظاهره السوابنج. ظاهره السوابنج هي شفط وانا اسحب الانابيب الاعلى، هذه لا، وانا انزل الانابيب باتجاه الاسفل مثل ما تشوفون بالصوره. هي بصوره عامه تزود لي البي اتش بي، ما تنقص البي اتش بي، بدليل هذه المعادله هي بي اتش بي بوتوم هول بريشر يساوي لي المد هيدروستاتيك بريشر بلس
اللي هي سيرج براجا. طبعا نفس الاسباب اللي سببت لي السوابينج هي راح تسبب لي ظاهره السيرج براجا زين، مع مراعاه طبعا مع قياس الفارق انه هاي الظاهره ما تصير عندي اوفر بول، راح يصير عندي يسموها ظاهره الادراك. هي ايضا السترنج مالتي هاي الدقاقه تبدا تتتش هنا على الفورميشن، فيصير عندي انخفاض في قيمه الويت انديكيتر الموجود بالمارتن ديكر على سطح الفلور على سطح البرج. يشوف الحفار انه وزن السترنج مالته جاي يصير قليل، ويواجه صعوبه في تنزيل ويواجه كذلك صعوبه في تنزيل خيط الحفر الى المكان المطلوب. فهذا هو طبعا سبب قد يكون سببها ظاهرة السيرج عندي مالتي. وحتى أبدي عالجها نفس العملية أيضا لازم أنزل أنابيب بشكل سريع، عفوا أنابيب أنوات أنزلها بشكل أبطأ من إذا أنا أكو أحيانا صار عندي تنزيل أنابيب أسرع من المطلوب لأجل إنهاء العمل بشكل سريع، لأجل طبعا الإنتاجية مال البئر، لكن إنتاجية البئر على حساب مشاكل أخرى هذا لا يجوز. أنابيب ديو تو ستاندرد، الستاندر العالمي موجود لكل أكو ستاندرات وشيتات موجودة لكل ستان أكو هلقة دقيقة تختلف من حق إلى آخر ومن ظروف إلى أخرى. طبعا هذا السترنج مالتي من بدي انزله بشكل اخف راح يقل عندي سيرج برجر، وبالتالي ما يصير عندي مشاكل. طبعا سيرج برجر خطورته هنا انه هو راح يسوي لي مادلوسس، والمادلوسس ايضا بالتالي راح ينكس لي على الفلو، وبالتالي تتفاقم المشكله مشكله تجر الى مشكله، وبالتالي يصير عندي مشكله كومبلكس مشكله معقده. فابدي احاول عدل مواصفات طيني وانزل انابيب بشكل بطيء. المشكلة الخامسة اللي تواجهنا أساتذة هي الهول كلينينج، بور هول كلينينج، والتنظيف الغير جيد للبئر. أستاذ لؤي الصوت والصورة واضحة منكم؟ نعم أستاذ كلش واضح. جيد ماشي. مشكلة البور هول كلينينج بصورة عامة هي كتعريفة الطين الحفر يواجه صعوبه في رفع الفتات الصخري الى اعلى الى السطح على الشيل شيكر، وهذه المشكله سببها طبعا تسبب عده اسباب. السبب الاول هو لو انيلر فيلوسيتي، السرعه بالفراغ الحلقه تكون مالتي قليله اقل من المطلوب اللي هي اللي تسمح لي برفع الفتات الصخري الى الاعلى، او انحراف عندي بالبئر بالابار المائله يكون انحراف عندي كلش كبير، وبالتالي راح يسبب لي تكدس الفتات الصخري على الدرس والدقاقه. المود بروبرتيز مالتي تكون فيسكوستي والجلسه ترنت مالتي يعني غير جيده، او احفر بشكل سريع جدا فما يلحق الطين على الفتات، كل ما احفر سريع فتات الصخري يكون كبير، وبالتالي يراد له وقت هذا الفتات الصخري رفع للأعلى. أو خصائص الكاتنج الموجودة قد تكون بسبب التهدم، فتكون كم يعني طبعا الحجوم مال التهدم تختلف وشكلها يختلف عن الكاتنج الطبيعي، وبالتالي يواجه الطين صعوبة في رفع الفتات الصخري إلى الأعلى مثل ما واضح بالصورة أمامكم أساتذة. هذا الكاتنج متجمع هنا غير قادر للصعود إلى الأعلى لأحد الأسباب الخمسة اللي ذكرتها قبل قليل. كتمييز هذه المشكلة، شلون أقدر أميز هذه المشكلة صارت عندي؟ أول شيء راح يصير عندي زيادة في البمب رجر، وسبب زيادة البمب رجر واضحة يعني أنه أكو عائق يمنع لي راجع الطين فلو أوت يطلع من يعني أكو شيء يمنع الطين من الخروج إلى الأعلى، فيسبب لي زياده في ضغط المضخه، او يصير عندي مثل ما هنا الصوره هذا هو الجيج مال المساعد قلنا عليه الدراج والاوفربول، هذا الجيج بي طبعا الويت انديكيتر، هذا التقسيمات الكبيره هي ويت انبت من اجي احفر، وهذا الثاني لا المقياس الصغير هو وزن خيط الحفر. فمن هاي هنا هاي ظاهره يصير عندي دراج، يعني الدراج يعني يقل عندي وزن خيط الحفر،
لانه اكو صعوبه في تنزيل الانابيب، فيكون مثل خيط الحفر مالتي بدل ما هنا مثل ما وضع بالصوره، بدل ما وزنه مثلا هنا بدل ما وزنه بهاي القيمه راح يكون اقل من هاي القيمه، يعني مو قيمته الحقيقيه. فاشك انه انا عندي هول كلينك صار او غيرها. طبعا هاي الاسباب اللي جاني اذكرها كوبين جاي تكررا اساتذه، لكن من خلال واحد خبرته العمليه ومن خلال معرفته بالطبقات ومن خلال المؤشرات الاخرى يقدر يبين عنده انه هاي المشكله هي هاي المشكله عندي او غيرها. بنفس الوقت راح يصير عندي قله بالريت اوف بنتريشن، جاي احفر مثلا 10 متر بالساعه، جاي احفر دقائق مالتي فجاه القاها 7 أو 6، شنو سببها؟ احد اسبابها يكون عندي هي هذه المشكله، لانه هو اكو اعاقه في عمليه تقدم الحفر من خلال الكاتنج الموجود. كمعالجات لهذه الظاهره اللي هي ظاهره او مشكله التنظيف الغير جيد للبئر، اول شيء لازم نعالج مواصفات الطين بشكل يسمح للطين برفع الفتات الصخري لاعلى، واعدل الفلوريت مالتي. قد اكون احفر يعني في فلوريت قليل غير قادر، وبنفس الوقت استعمل عمليه تنظيف البئر، تدوير البئر، من ابدي اسوي سيركوليشن ساعه ونص حسب الى ان ينظف البئر من الكاتنج الموجود عندي، واشيك نفس الوقت الشل شيكر. المشكله الاخرى اللي موجوده عندنا مشكله انسلاخ الطفل، هي سلافنج. طبعا هذه المشكله تحدث بعده اسباب، وعده الاسباب هي كالتالي: اختلاف في الملوحة ما بين ملوحة الطين الحفر اللي جاء استخدمه ومين الفورميشن ووتر أو الماء الموجود. أستاذ فارق نعم. عذرا للمقاطعة بس نعم. طبعا أوضح لحضرتك أن الصوت والصورة جدا واضحة، وأوضح الأخرى نعم. اللي مستمعين ويانا حاليا أنه إذا خلص الوقت مالته وخرج يقدر يرجع مرة ثانية ويسجل مثل ما صارت ويا بعض الأخوان. تفضل أستاذ. ماشي. من اسباب ظاهرة انسلاخ الطفل هي اختلاف الملوحه ما بين ملوحه طين الحفر وملوحه الماء الموجود في 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 تركيب الشيل، اللي هي عبر عنها عمليا في ظاهره هايدريشن. فيبدي يصير انتقال ما بين الملوحه العاليه الى الملوحه القليله اللي هي عمليه الهايدريشن. يجيني الشيل من ينتقل الملوحه من الملوحه العاليه للملوحه القليله، وبالتالي يصير عندي تهدم للشيل الموجود في جدار البئر، يجي يتهدم الى داخل البئر. السبب الاخر هو من اجي احفر التراكيب اللي هي بها الشيل، مناطق اللوس ساند اللي هي مناطق الرمل تكون يعني الحبيبات مالتها كبيره وتكون ضعيفه لوس، او في طبقات الغريان. السبب الاخر هو الحركه السريعه للأعلى والأسفل للبايبات، خصوصا من استعمل يعني البي اتش اي مالتي يكون بستابلايزرات، الدرج كلرات مالتي تكون النوعيه اللي هي غير السبايرال ريجيد، فيكون اكو احتكاك يصير ما بين البي اتش اي وما بين الجدار البئر، وبالتالي يصير عندي التهدم، او يكون عندي الدنسيتي مالتي مال الطين تكون قليله، او طبعا الفلتريشن مالتي يكون جدا عالي اعلى من المطلوب. وبالتالي من يكون عندي فلتريشن عالي هذا راح يصير عندي مات كيك على طول المنطقه اللي بيها فلتريشن عالي، وبالتالي انيورال كليرنس بتوين اوبن هول فورميشن وما بين الدرس تكون قليله، وبالتالي يصير احتكاك، وبالتالي يتهدم جدار البئر. او انا جاي احفر في بهاي انيولار فيلوسيتي كيو عاليه، انيولار فيلوسيتي جدا عاليه، فجاي يعني تاخذ الشيل مالتها وياها، يعني تشلع الشيل وياها من خلال السرعه مالتها العاليه. والسبب الاخير هو الهول ديفيشن، انحراف البئر ايضا يسبب لي هاي المشكله مثل ما في ظاهره الهول كلينك. شلون نميز عندنا صار انسلاخ للطفل في البئر مالتنا؟ طبعا عدا الخبره العمليه، يعني الخبره العمليه موجوده، مثلا عندنا في حقل الناصريه معروفه، عندنا واحده من الطبقات اللي يصير بها كيفنج وبسبب تهدم الشيل هي طبقه التنومه، فالخبره العمليه يعني مؤشر
يعني نقدر نعبر عنه اعلى من المؤشرات الباقيه، لكن هذه المؤشرات تقدر تميز هذه المشكله عن غيرها في حاله اكو طبقه صار فيها اكثر من مشكله. من المؤشرات هذه بمب بريشر انكريز، زياده في ضغط المضخه، وصار عندي عمليه الادراك اللي شرحت لكم اياها قبل شويه، زياده بالكاتنج والكاتنج سايز على الشيل شيكر، اجي اشوف الشيل شيكر مالتي مليان. طبعا هاي الاخوه جيولوجيين اذا موجودين ويانا هم الاعرف هذا الموضوع، الكاتنج حجامه وكميته معينه معروفه في كل طبقه من طبقات البئر، لكن اشوف هنا زياده حجمها وزياده في كميتها، فابدي اشك انه انا عندي صار انسلاخ لطفل في داخل البئر. اختلاف المود بروبرتيز مالتي، زياده اختلاف المواصفات الطين عندي ما القاها بشكل طبيعي، اكو اختلاف كبير جاي يصير بيها، قله في البنتريشن ريت. ليش قله؟ يعني هذا الشيء اللي جاي يطيح في داخل البئر يعيق عمليه الدرينج بروجريشن، تقدم عمليات الحفر. الان عرفنا صار عندنا سلافنج، شلون نقدر نعالج هذه المشكله؟ نعالج طبعا اكو امور هي تسوي لها بريفنشن مانعه، عمليات الوقايه قبل لا تصير عندي، واكو عمليات معالجه. فكبريفنشن حركه البايب مالتي اللي هي موفينج اب موفينج داون لازم اخليها تكون حركه قليله، مو بسرعه عاليه جدا، خصوصا في طبقات اللي هي اللوس ساند والجرافل، حتى ما يصير عندي يعني ابدي اخلي يصير بي هاي الظاهره. وبنفس الوقت اقلل مالتي واستعمل الكرود اويل في بنسبه معينه في داخل الخبط مالتي مال الطين، والنيورال فيلوسيتي بنفس الوقت ايضا اسويها سلو على ان لا يعني تكون اقل حد مسموح به ضمن البرنامج الهيدروليكي، لانه اذا اقللها اقل من الحد المقبول راح تسبب لي مشاكل اخرى. ازود المود دنسيتي مالتي والفيسكوسيتي حتى يكون قادر على طبعا كبح هذه، يكون انهبيتيف للطبقه، يعني قادر على كبح طبقات السجيل وما يخليها تتهدم عندي. واذا كل هذه الامور ما نجحت عندي بالتخلص من هذه الظاهره، احاول احول الى الاويل بيزمات كاخر حلول، اللي هو يكون اكثر قابليه على التعامل مع طبقات السجيل. الان نتحدث عن مشاكل الدقاقات. مشاكل الدقاقات حاولت اسرد هنا باربع مشاكل. المشكله الاولى اللي ذكرتها مساء اللي سبب لي مشاكل ظاهره السيرج برجر والسوابينج هي البيت بولنج، تكور الدقاقه مثل ما واضح هنا بالصوره. هذه الكونات مال هاي الدقاقه مالتي، هاي الكونات مالتها، هذا الطين متجمع هنا. احيانا يصير الطين متجمع هنا اكثر، معناه بعد يعني الطين يكون موجود بكميات اكبر، فبالتالي يسبب لي اما يعيقنا وجود الطين هنا بحد ذاته هو يعيق الفلورايت مالتي، فما يخلي الفلورايت مالتي يصير بالشكل الطبيعي طبعا. وبنفس الوقت اذا كان كميه البيت بولن كبيره راح يسبب لي ظاهره السيرجنج والسوابين. عموما اسباب هذه الظاهره هي نحفر طبقات طينيه وظاهره انتفاخ الشيل، والطين مالتي الوتر بيز مالتي الكبح مالته يكون قليل، ما يخلي يعني ما يسيطر على الطبقات بالشكل الامثل، او انه الفيسكوستي مالتي مال الطين جدا عاليه وجاء احفر بشكل سريع جدا فتتكتل طبقات الطين على الدقاقه، لانه الطين الحفر غير قابل على رفع الفتات الصخري للاعلى. مؤشرات هذه المشكله هي حدوث نقص في البنتريشن، وهذا طبعا طبيعي، الدقاقه مالتي متكوره ما راح تحفر عندي بشكل طبيعي، ربما حتى توصل عندي الى 2 متر 3 متر ربما حتى 0 متر بالساعه. طبعا بالاعتماد على كميه الطين المتكور على الدقاقه. انخفاض قليل بالتورك وبعدين استقراره، انخفاض قليل لانه حديد يعني مالتي بدا يصير طين بطين، يحتك جدار البئر هو طين، يحتك جدار في الدقاقه او البي اتش اي هو طين، فيصير عندي قله بالتورك. زين ستابلايز قلت انا ليش استقر فيما بعد؟ لانه الطين خلص تكور على الدقاقه بشكل نهائي فيستقر هنا عند التورك في قيمته القليله الجديده. طبعا البمب بريشر مالتي تزداد، ليش تزداد؟
لانه السمول انيولار كليرنس اللي هي بين التجويف وما بين الدقائق يكون قليل، وبالتالي البمبراج ما تكون عاليه. هذا طبيعي ان الدقائق ما تجي الطين المتكور جاي يمنع خروج السترنج من البئر بشكل طبيعي. حتى نعالج هاي المشكله لازم نسوي يعني السحب بوتوم اب. طبعا اول مره بوتوم اب بحاول نسوي تدوير لطين الحفر حتى يحاول يوخر لي الفتات الصخري من حول البطانه بيش بمعدلات عاليه للفلوريت. لازم شو اسوي بهاي الحاله؟ اسحب بوتوم اب المن في داخل الكيسنج شو وابدي احاول اضخ طين بشكل يعني كبير معدات عاليه. طبعا انا ما دام في داخل الكيسنج شو ما عندي مشكله، اعلى من الكيسنج شو في داخل الكيس هول ما عندي مشكله، ابدي اضخ كيو مثل ما اريد انا وفي ار بي ام عاليه. وركينج بايب، وركينج بايب شنو المقصود بها؟ وركينج بايب يعني سحب الخيط مال الحفر وتنزيله للاعلى. اقوم بعمليه تشبه يعني عمليه النكت، يعني بدنا نسحبها وننزلها نحاول نوخر الطين الملتصق بها. المعالجه الثانيه هي عدل مواصفات الطين مالتي واستخدم طين كابح في الكلي يجمع لي على الدقاقه، واضيف ماده طبعا ديترجنت واكو مواد اخرى ايضا تساعد للطين انه هو يكون انهبيتيف. واما في الاويل بيز مات اللي يستخدمون الاويل بيز مات، طبعا استعمل هي اصعد السالينيتي مالتي الملوحه ليش؟ حتى يسحب لي الرطوبه من الشيل. سعد ليش قد ما قعدنا وقت بلا زحمة عليك استاذ فارق؟ هو الوقت المفروض خلاص بس استمر لحد الان الفيديو، فبما انه مستمر احنا ما عندنا اشكال ان شاء الله. اوكي يعني حد ما ينقطع عند الصوره؟ بالضبط، من تنقطع عندك الصوره تقدر ترجع مره ثانيه تدخل. ماشي ماشي، وانا ما اريد اتجاوز على الوقت اللي خصصته، بس هو اللي هو لازم اكو شرح بالامور حتى تصير واضحه اللي يعني ما يعني خصوصا للطلاب حتى صورته ما واضحه الصور مشاكل الحفر. ان شاء الله احنا هم راح نعطي مجال للاخوان اذا اللي عنده اسئله بالنهايه. اوكي اوكي احاول اكمل علق هذا الموضوع، هو موضوع مشاكل الدقاقات ان شاء الله. البت نوزل بلاك اشكرك استاذ. هذا النوزل بلاك طبعا النوزل هذا النوزل مأشر انا بالعلامه الزرقاء. النوزل هذا الحجم مالته فارغ طبعا. نوزل بلاك هذا اكو انسداد في داخل النوزلات سواء الربر او سواء طين مالتي. واحد من النوزلات او جميعها تكون مغلقه. شنو سببها مغلقه؟ اما بواسطه قطع التجويف يصير عندي بتبولنج وغيرها، او احيانا قسم من الحفارين او قسم من العاملين في مجال الحفر ينزل السترنج بشكل سريع ما يرفع متر مترين اعلى من التي دي. ليش؟ ينزل جدا يعني بشكل سريع في داخل قعر البئر. قعر البئر يصير به تهدم، يصير به يعني شكو ساتلينج للويتنج ماتيريال، شكو كلي، شكو سلافنج شيل، مرات يصير وين في اخر متر مترين، فيبدي ينزل السترنج بشكل سريع في هذه المنطقه في اخر متر مترين. فاذا نزل بشكل سريع وتتش بالتيد مباشره يعني فاحتماليه يصير عنده نوزل بلاك. زين، او احنا جاي نحفر في طبقات اكو تغير في الطبقات اللي جاي نحفر بيها، خصائصها تختلف من طبقه لاخرى، فصير عندي هاي الظاهره. او احيانا سهوا ما يخلون سترينر اللي هو مصفات في المضبم، المضبم طبعا يخلون بها مصفاه حتى يعني ما تضخ شكو شيء بالبير، لان احيانا في التانكيات اكو ستنج موجود جوا، فاذا ينضخ في داخل السترنج راح يسوي لي بلاجنج في داخل السترنج او في داخل النوزلات. البت نوزل بلاك طبعا تمييزها يكون يعني سلس من خلال زياده البمبرجر ثم استقراره. ليش زاد؟ زاد لانه مساحه الجريان اللي هي من داخل النوزلات اللي هي عددها معلوم انسد واحد من النوزلات فيصعد الضغط عندي ثم يستقر، معناها صار عنده انسداد ثم استقر. هذه يعني السبب واضح انه صار عنده انسداد في السترنج او في داخل النوزلات. الار او بي مالتي تقل طبعا، تقل لانه الجنتك مالتي عنده قل، واحد من النوزلات انسد
فطبيعي الجت مالتي مال الدقاقه مال الضخ يكون قليل، فمعدل الحفر مالتي طبيعي يقل، وريتيرن فلو ريديوس طبعا هذا ايضا واضح، لانه مثل ما ذكرت الجيت مالتي عندي صار قليل، فالراجع مالتين ايضا راح يكون عندي قليل. حتى نعالج هاي المشكله ايضا نسحب السترنج في داخل الكيسنج ونقوم بعمليه ضخ في هاي فلو ريت، واعمل وركينج بايب مثل ما عملنا بالبيت بولينج. طبعا هنا أنا باستمرار نحاول باستمرار نسحبها وننزلها يعني نسوي لها روتيشن ونضخ كيو عاليه في داخل الكيست هول، حتى نحاول نفتح ال نسوي بليت لهذا البلاك الموجود عندي. اذا ما نجحت هاي لازم نسحب السترنج كله تماما الى اعلى السطح ونعالج، نفتح النوزل مالتنا او نفتح الدقاقه ونحاول نعالج هذه المشكله. المشكلة الأخرى اللي هي مشاكل الدقاقات، المشكلة الثالثة اللي هي بيت واش أوت. بيت واش أوت المقصود بيها أما واحد من النوزلات، واحد أو أكثر من النوزلات يعني بالبئر سقط في داخل البئر. شنو السبب يسقط في داخل البئر؟ لان السنابرنج هو الرينج اللي يتخلى ما بين النوزل وما بين الدقاقه، فمنشد بشكل سريع، منشد بشكل عفوا تايتنج، منشد بشكل مطلوب. فهذا السبب الاول. السبب الثاني او انه يصير بيها واش مثل ما هاي الصوره امامكم، هاي النوزلات طبيعيه من مخرها، هذا مكان الواش تشقق في منطقة النوزل، وبالتالي النوزل كله يسقط في داخل البئر. طبعا ما يصير عندي هاي المشكلة، يصير عندي sudden decrease، قلة مفاجئة في ضغط المضخة، لأنه هذا واحد معتهم سقط، وبالتالي مساحة الجريان عندي كبرت، وبالتالي يقل عندي الضغط مال المضخة. وأيضا هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني يصير عندي عادة يصير عندي هاي تورك. ليش؟ من يوقع النوزل جوا في داخل البئر قد يلامس الدقاقة، وبالتالي يصير عندي قيمة التورك مالتي تكون أعلى من المطلوب، من الحد اللي احنا جاي نشتغل به. حتى نعالج هاي المشكلة نحتاج إلى POOH، طبعا pull out of hole، تماما لكل سترنج أسحبه إلى خارج البئر وحاول أغير الدقاقة أو أغير النوزل. المشكلة الرابعة والأخيرة من مشاكل الدقاقات هي الحفر على الجنك. يعني الجنك شو المقصود به؟ هو فش، يعني فتشي يوقع في داخل البئر، مثلا البت نوزل اللي ذكرناها قبل شوية، أو التشاكوتش اللي يشتغلون به الشركات المقاولة، أو الدايس أو الفك دايس او التشين او اي شيء يوقع من عندي حديد في داخل البئر يسبب لي مشكله. من الصرع عندي هاي يوقع عندي فيش في داخل البئر، راح يصير عندي تسجيل عالي لقيم الضغوط، لان اكو فد شيء حديد موجود في البئر وجاي احفر عليه، فطبيعي صعد عندي قيمه التورك، وايضا بنفس الوقت راح يقل عندي الريت اوف بنتريشن الى ان يصبح زيرو. ليش؟ لانه جاي احفر على حديد، وبالتالي تتكسر عندي اسنان الدقاقه. طبعا هاي الدقاقه امامكم هاي اشتغل طبعا فيها في نفط ميسان، هذا السن واحد من الاسنان مال الدقاقه الانسيرت مكسور لانه بسبب الفش الموجود في داخل البئر. حتى اعالج هاي المشكله لازم انزل يعني اسحب الخيط مالتي مال الحفر واشوف شنو المشكله بالضبط، شنو المتضرر بالدقاقه، الدقاقه متضرره ابدلها ام ابقيها، وانزل ماجنيت مثل ما هاي الصوره امامكم، هذا ماجنيت ناسب في داخل البئر، وساحب ويا هذا الخرده الموجوده في داخل البئر يعني الحديد. واذا كان عندي شيء ما انسحب ما قدرت اسحبه للسطح باستخدام الماجنيت، فاضطر الى تنزيل الجنك ميل اللي هي الطاحنه، هاي واحده من انواع الدقاقات اللي تطحن الحديد وتحول الى براده حديد، وبالتالي اخلص من عنده واقدر استنف عمليات الحفر معه. يعني خلاص الوقت، عذرا للمقاطعة، يعني احنا تقريبا وقتنا خلص.
فحتى هم نسمح لزملائنا اللي اوكي اذا عندهم سؤال او استفسار بعد اذن حضرتك. ها هي ها هي لا 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 ها هي ها هي طبعا نشكر الاستاذ بارق على محاضرته القيمه، وبصراحه كانت من المحاضرات المتميزه، والوقت الان مفتوح للاخوان اذا اي شخص عنده سؤال. اكو عاز اسمه الريز هاند موجود عندكم، كل شخص اللي عنده سؤال ممكن يستخدم هذا الاعاز حتى يقدر يسأل أستاذ بارك إذا كان عنده أي سؤال. تفضلوا أخوان. أكو أسئلة طرحت بالشات أستاذ لؤي؟ لحد الآن ما حد طرح سؤال، ننتظر الإخوان إذا أكو شخص عنده سؤال. إخوان أي شخص إذا يريد يتكلم يقدر يسوي انميت لنفسه ويتكلم. طبعا احنا هنا رساله وصلت من الاخوان محمد نبيل، ويشكر حضرتك ويشكر هذه المحاضره القيمه. طبعا احنا ايضا نشكر الاستاذ محمد على حضوره. دكتور اياد ايضا دكتور اياد يشكر حضرتك ويشكر الاخوان اللي حاضرين، واحنا بنشكر من اشكره هواي احد اساتذتي دكتور اياد، واشكره انا طبعا هذا بفضل جهود معينه بالكليه تعبوا علينا هم. دكتور اياد بالنسبه للاستاذ عبد الباسط، طبعا الصوت اذا ما كان واصل لك فاعتقد المشكله عندك تحتاج تستخدم هيدفون، لان تقريبا معظم الاخوان كان الصوت عندهم جدا واضح، فنعتذر لان ما كان الصوت يمك موجود. اخوان موجود الشات تقدرون تستخدموه ايضا، يعني واضح جدا اذا عندكم سؤال. ما الصوت ما واضح لكم. بالنسبه للاستاذ محمد نبيل يطلب المحاضره انه تكون الكترونيه او على شكل تسجيل، ان شاء الله راح نرتب عندنا احنا مسجليها، وان شاء الله تعالى نحاول نبثها لكم على موقعنا على اليوتيوب باذن الله تعالى. هنا الاستاذ كماده بي دي اف هم كماده بي دي اف ان شاء الله بعث لكم اياها ونزلوها للجماعه، ماكو اي مشكله ان شاء الله. مثل ما سمعت الاستاذ بارق ان شاء الله نشارك الماده ك بي دي اف. بالنسبه للاستاذ اللي مستخدم جهاز هواوي في إن شاء 10 ما يظهر قدامي اسم حضرته، احنا ايضا نشكرك ونشكر حضورك، وان شاء الله تكون استفدت من المحاضره. شكرا جزيلا للاستاذ محمد نبيل، انا وسهلا بك. السلام عليكم استاذ بارق. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا حياك الله استاذ. طبعا بالبدايه انا اشكر استاذ لا استاذ طارق استاذ شنقه، ولانه القائمين على من سكشن كركوك القائمين على المحاضره، وصراحه شكر وجهود جهد كبير
وجهود مباركه من قبل الاستاذ بارك خلال هذا الاسبوع. اعداد هذه المحاضره استغرق تقريبا من الاستاذ بارك اسبوع كامل ومتابعه، والحمد لله ما شاء الله كانت محاضره جيده استفادنا من عندها. شكرا جزيلا، شكرا للاستاذ لايف. شكرا لله استاذ، اشكرك جزيل الشكر. اشكرك، بارك الله فيك. الله يحفظك. اشكرك استاذ، الله يبارك فيك.